امير الصعود، امير يمرر لعلي منصور تحت السله، كيكان محمد. اي لاف ذيس جيم. شفتوا الموف اللي عمله اللاعب البوستي كريم عز الدين بوقت امير الصعود. امير تحت الضغط، تحت الضغط ما بينجح، بلم الريباوند، بلم الريباوند كيكانوفيتش وبيسجل النقطه الرابعه وبياخذ الخطا. جو عبد النور، جو كمان لكيكانوفيتش من جديد. كيكانوفيتش، كيكانوفيتش عم يدافع عليه كريم عز الدين. موف رائع جدا، موف رائع جدا، فوت ورك رائع للاعب البوستي. نتيجه 20-13. كيكانوفيتش ميد رينج شوت، بسجل بسجل كيكانوفيتش. قد ايه خطر، قد ايه خطر. علي منصور يعمل البيك، كيكانوفيتش بنزل له اياها زكي، زكي لمارك فوري والاخير بسجل اولى نقاطه بالجيم. كريم عز الدين عم يتحضر للعوده لعرض الملعب. وقت امير، امير يعطي كيكانوفيتش ميد رينج شوت بسجل نقطة العاشرة بالجيم. أول لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط بشكل كبير عند فريق دينامو بوقت أمير سعود بمرر، وكيكانوفيتش بيرجع لمسلسل التسجيل. كنترول عليه علي منصور، بيطلع كمان علي منصور بالفاست بريك بمرر لكيكانوفيتش. آي لاف ذيس جيم. كيكانوفيتش عم يسجل. كيكانوفيتش 63% حصة التصويت على تويتر ام تي في لاب سبورت. كيكانوفيتش يعمل موف تحت السله وبسجل. كيكانوفيتش نقطه 17 بالجيم.